طبعا بعد ما تعمل مخطط محتاج ان انت تطبعه، فهتيجي هنا في فايل وتقول له برنت، ابدا اعمل لك بريفيو، هيوريك الحاجه اللي هتبقى عامله ازاي. اول حاجه نعملها نختار الطبعه اللي احنا عايزينها. طبعا الطبعه دي مش عندي خالص، دي ممكن يكون بوصل الجهاز بتاعي بشركه من الشركات فلقط الحاجات ديت. هتطبع كل صفح ولا الصفحه دي بس؟ هتطبع كرنت بيج، قسم برنت، حدد بقى صفحة كذا صفحة كذا، نو باك جراوند، يخفي لك الباك جراوند خالص، هاي كواليتي، يجيب لك الزرار بكل حاجة بدقة عالية جدا، تمام. طيب بعد كده هتقول له أنا عايز أطبع ناحية واحدة ولا ناحيتين. طيب هتطبعهم لك 1 2 3، يعني اطبع أو صفحة 2 صفحة 3 صفحة. وبعد كده لو في نسخة تانية اطبع لك نفس الترتيب، ولا اطبع لك كل رقم 1 دي 10 مرات، وبعد كده رقم 2 10 مرات، وبعد كده رقم 3 10 مرات. عايزها بالشكل ده ولا بالشكل دوت؟ طبعا الشكل اللي انت عامل عليه تصميم هو اللي يكمل عليه. عايز تطبع A4 A3 الكلر ولا أبيض أسود؟ البيج سيت أب، الإعداد بتاعة الطباعة، البيج سايز، الدروج سكيل، الإعدادات العادية اللي موجودة في أي حاجة تبع الويندوز. طيب هنا الهيدر والفوتر، تقدر تكتب مثلا كلمة فوق مثلا، في الليفت، في السنتر، في الرايت، وهكذا برضه في الفوتر، ليفت سنتر رايت. اول ما هتبدا تطبع هتبدا يظهروا معاك دوت، يعني وانت شغال بقى، يعني مش هتظهر معاك وانت شغال، ده بس اثناء الطباعه.